لله على هذا الانتصار اللي قدم لنا الفريق المغربي من بعد اكثر من 20 سنه. استحقينا فعلا هذا الفوز. كنشكروا المدرب وليد الركراكي راس لافوكا اللي خلانا نثقوا فيه، وكنشكروا جميع اللعابه، فعلا كنستحقوا هذه الفرحه. وان شاء الله الماتش الجاي غادي نديروا شي حاجه. شكرا، فيف لو ماروك، مغربيه وافتخر. السلام عليكم، حنا فرحانين اللي طلعت المغرب، فرحانين المنتخب الوطني، فرحانين. تبارك الله عليكم، والله الا فرحانين بزاف شويه. مبروك مبروك فوز المنتخب المغربي على هذا الفوز الهائل. صراحه شنو نقول لك، حنا جد سعيدين على هذا الانجاز العظيم اللي داروا. كنشكرهم بزاف، وتحيه للسير الركراكي، الفريق كله، والشعب المغربي ككل. يعني النساء حتى هما داروا واحد الظاهره اللي هي جميله جدا، يعني ولا حتى هما كيجوا لك يعني المقاهي. يعني حتى حنا كنوجدوا لدرجه ان انا خيطت انا لبسه خصيصا لهذه المناسبه هذه ليا والبنات. يعني انا كمهنه ديال الخياطه خديتها للكليان ديالي، وتبارك الله كان عليهم اقبال كثير. يعني كلشي النساء تبارك الله كانوا مشجعات من طراز الرفيع. حنا فخورين بزاف بالمنتخب المغربي، لعبوا مزيان وشجعناهم مزيان، الحمد لله. المغرب تأهل الحمد لله، وديما مغرب. انا كل فرحه صات بزاف ملي خطر بحال المنتخب. غنشكر تروانت مزير تنغ اللي كله حاضر نغمس الفرحه ديال نغيم قرن. نفرح بزاف بزاف، ان شاء الله نزيد لقدام. كل اللي كانت مغارين كانت نتفرج نحاضر الفرحه ديالنا. اكادير الحمد لله، الجمهور ديما حاضر ديما يوجد. نشكر بزاف الروايات نتما زرت اللي غيدي لان ديما مغرب ديما يمازيغ. القضيه ديال البنات اللي كيجيو يتفرجوا سواء مع عائلتهم سواء مع الاصدقاء ديالهم، لكن للاسف تلقينا بزاف الانتقادات من عند الدراري. بغيت نقول ان الكره كتوحد كل شيء سواء بنات سواء دراري. دابا راه حلف 2022 البنات تاهما راه ولاو كيفهموا في الكره احسن من الدراري، وشيء عادي اننا نتفرجوا مع العائلات ديالنا والاصدقاء ديالنا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.